لو الحكاية فيها إن فيجو. الأستاذ الدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة، معالي المحافظ الأستاذ الدكتور حازم أحمد عطية طلب محافظ الفيوم السابق ونائب رئيس الجامعة السابق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأستاذي العزيز ويقول زميلي ويقول أستاذي الذي تعلمت منه منذ ما يقرب من 35 عام. الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور سمير الدمنداش نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، معالي اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية التهلك، الزميلة الفاضلة الأستاذة الدكتورة صفية القباني القائمة بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة، المهندس هاني البلدوني رئيس مجلس إدارة شركة سكيب للدهانات والراعي الرئيسي والرسمي لهذا الملتقى، الزملاء الأفاضل عمداء الكليات وكلاء الكليات رؤساء الأقسام، بناتنا وأبنائنا الأعزاء الذي نحن الآن موجودين الآن لأجل حضراتكم. كل التحية منا لحضراتكم في هذا اليوم الذي إن شاء الله نرجو أن يكون عرسا لكم ولمستقبلكم إن شاء الله المشرف. الضيوف الكرام، أود في البداية أن أشكركم على حضوركم وتلبية دعوتنا إليكم، تزرعوا الأمل في نفوس أبنائنا الخريجين للحصول على فرصة عمل تحت رعايتكم وباختياركم. مرحبا بكم في جامعة ثوان بين أصدقائكم وأبنائكم من أبناء وخريجي ومشروع خريجي أبناء جامعتكم. حقيقة أن تفاعل المجتمع المدني وتفاعل الشركات والمصانع التي تشرفون الآن والبنوك والمصانع والشركات حقيقة شيء مشرف لنا ولكم ولأبنائنا الخريجين من جامعة ثوان. كل الشكر والتقدير لحضرتكم وتحية خالصة لحضرتكم.